بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على التشويش اللي حصل في التجزئة ديال السكراخور، اليوم جينا كأعضاء في المكتب ديال الودادية ديال الفتح السكنية باش نردو على الادعاءات والتشويش على أعضاء المسيرين ديال الودادية. سي باش نعرفك عليهم، سي الأخر سي عزيز عرب نائب الكاتب العام، سي هبة عبد الحميد كاتب العام، سي أحمد مخفي مستشار، عبد الربيه أمين المال ديال الجمعية ديال الودادية الفتح السكنية، سي حمداوي ميمون مستشار في الودادية. هادو أعضاء مكتب المسيرين ديال الودادية اللي انتخبوا من طرف الجمع العام المنعقد في 2000، منذ ذلك الحين هما كيواصلوا لاخر المواكبة ديالهم لهذه التجزئة باش خرجت للوجود. وبين ما كنسمعوا تشويش الناس وبداو يهضروا، هذوك الناس اللي كيهضروا كان البعض ما عندهمش الصله، راهم في المحكمه ما نهضروش عليهم، هذوك الناس واحد المجموعه ما نهضروش عليها، ما نذكروش الاسماء، كيعرفوا رسالهم ان شكاو بالوداديه، داروا دعاوات في المحكمه، داروا ترفض لهم الملفات ثلاثه مرات، وعندهم واحد الملف اخر ان شاء الله غادي تحكم في هذه الايامات بالرفض بحال الخروس. ما كاين واحد المجموعه متنازلين ما عندهمش الصفه، كما نقولوا تنازلوا على حقهم في 2000، كاين 2003 2004، وغادي نزودك بالوثائق ونزودك بالمحاضر ديال الجمعه العامه اللي كيقولوا كتهمي الوداديه بلي ما كديرش الجمعه العامه وما عندهاش الصفه وما عندهاش كذا. هذو غير ادعاءات، ان هذو كانوا خارج مور الحيط، كنقولوا لهم بحال واحد الحاجه مور الحيط، واحد كان في بلجيكا، واحد كان مريض كيدعي داير مريض، وواحد اللي راهم دارو التشويش ولادو، دابا حنايا ولينا نديماريو ولادنا ونديرو التشويش، حنا راه عندنا الولاد، اللي غير هما اللي عندهم الولاد، راه هذا عنده ربعه، الاخر عنده جوج، غادي نديرو ثورة تما في ديك الولادية. ولكن لا، راه القانون هو القانون، حنا كتمشي على واحد القانون أساسي وقوانين داخلي اللي كينظم الجمعيات كيفاش يتمشاو. ومصرح به لعدة السلطات، وملي كنديرو أي اجتماع كنديرو شي جماعات، وإلا كنخبرو السلطة وكيحضر معانا ممثل السلطة، اللي محضرش معنا ما نديرو عليه. أنا ملي كندير كنصيفط استدعاءات الإخوان كيتجندو كيجريو كيوصلو لجميع المنخرطين والمراوغات، اللي قالك ما وصلتش غير كيكذب بهاد العبارة. إن علاش دابا كيجري؟ ان هذوك الناس اللي كان هو السيد اللي كان يدي لهم حتى للدار كيدق عليهم كيعطي لهم البراوات هكا في يدهم، كيقولوا ما عمري تعطاو لنا استدعاءات نحضروا الجمعه العامه. هذو هما الاخر الادعاءات الكاذبه. اما فيما يخص الانجاز والمقاولين اللي كيقول البنيه التحتيه، عندنا الاخر ديال الاخر المكتب الوطني الماء صالح للشرب، هما اللي كيتكلفوا دابا، ما كتكلف لا بلديه ولا انت ولا شو، هما اللي كيديروا مواصفات، وعندنا الاخر ديال التقارير ديالهم اللي كيتبعوا الاشغال ديال الوداديه. البارح كنشوف السيد كيهضر بالبيطون، اذا انت اختصاص في البيطون، هذاك الشيء كلشي غادي يتعاود، غادي يجيو للجنه اللي غادي يرفيزو ماشي انا، ملي غادي يجيو نديروا لا ريسبسيون كاع الحاجه اللي ماشي المواصفات ديالها عندنا كيتشارج، غادي يعاود لها المقاولنا راه حنا شادين له الفلوس. مازال ما درناش نهاية الأشغال، مازال الأشغال غادية، التليفون مازال غادي نديروه، راه غادي راه شوف راه حفرو تما كاين التيويات عاد كاين، مول الضو، إن كيقولو الضو كذا، الضو يعني إلا دار الكابليات ودار اللمبات غادي يصرفوه، راه وقع تخريب، وقع تخريب ديال ديك الودادية، ها؟ تحت الأرض، واه، إن الكابل راه تحت الأرض، ماشي في السماء. أن هذاك الشيء كلشي مدفون، أن المواصفات الجديدة هذو هما اللي فرضوا علينا باش نديروه، إن ماشي حنا اللي كنديرو الدراسة، الدراسة كديرها لونيب، كديرها لوينوب، والتليفون كديرو اتصالات المغرب، والطرقات كتريسبسيونيهم البلدية. إن عندنا محاضر ديال
الاخر ديال التوفنا اللي دار السيد بلابوراتوار المواصفات تاعهم هنا مول لابوراتوار ما غاديش يلعب براسو. البارح السيد كيمشي لقناتو ويقلع يقول واش هذا هو المضروب، راه مازال ما انتهتش الاشغال، انت ما كتعرف والو، ماشي انت اللي مختص، حتى تكون مختص ديك الساعه واحد وريفيزي في لا ريسبسيون كلو ما خداماش، ان لا ريسبسيون غادي تجي على طريق الادارات ماشي حنا لجنه تقنيه اللي كتتبع الاشغال وكتعرف شنو عندها. هذا هو اللي غادي نقول لهذا الاخوان هذو اللي راهم خارج الاخر، مثلا شي ناس تما كتفر هو ما عندوش الحق بتاتا، ما عندوش الحق باش يهضر ولا مسميين رسالهم ممثلين ديال هو ماشي منخرط، ماشي منخرط ما عندوش الاشاره على التكلفه اللي كيقولوا تكلفه باهظه، تكلفه باهظه مشي السنه المغرب كامل الى جبر تجزئه كيديها ب 8 مليون و 300 المغرب السنه المغرب كامل الى جبر ب 8 مليون يجيو شملي، ما كانش التجزئه اللي فيها اكثر من 1500 درهم، 1500 درهم الفوق. حنايا ديك الاخر اللي كيقولوا باعوا حنا ما كنبيعوش، حنا دخلنا معنا الناس اللي مولونا باش كملنا التجهيز. إلا تكلنا على المداخل ديال العمال وكذا، مداخل محدوده، كاين واحد السقف اللي درناه محدود، ودرنا الاخر ديال ذوك القطاع الشاطئ اللي دعم المشروع، راه عندنا في القانون الاساسي حنا ما كنديروش حاجه ولا واللي كيتكلف بها هو المكتب المسير، ان تصادق على القانون الاساسي بالاجماع في الجمع العام، كل من اللي كندير الجمع عام ولا يصادق على التقرير المالي والادبي والقانون الاساسي والمسائل اللي كتكون في جدول الاعمال كتصادق عليه بهذا الاخر ديال الجموع العام. حنا ما كنديروش شي حاجه غير مدايتنا راسنا، كاين واحد القانون اللي كيضبطنا حنا وكنتمشاو عليه، واللي بغى يخرج خارج القانون داكشي شغلو. حنا عندنا التوزيع ديال القطاع، ما عندناش القرعه، درنا التوزيع ودرنا لجنه مكلفين منخرطين في الجمع العام، اختارهم الناس قالوا لهم فلان وفلان باش يجلسوا مع المكتب ويشرفوا معاهم على توزيع القطع. ما عندناش قرعه اولا، بما يسمى هاد الناس اللي كيحتجوا الاخوان اللي راهم مضربين ما بغاوش يبانوا البارح، حنا عارفينهم كاين اللي فيه 4 مليون ما خلصهاش غادي باطل، قال لك انا كنت عامل في سكر وانا عامل الله يسخر ما بناك والو، اللي حنا قلنا لك ما كنتش عامل كنا كاع كنا عامل، ولكن خصك تخلص هذه وداديه مستقله، ما عندهمش اصلا باش يهضروا في الوداديه، ان هذوك كيشوشوا على الوداديه نظرا للاخر. عطات له واحد القطعه في الشريع ديال 20 متر قبلها مشى معاهم الرئيس ظل معاهم تما قالوا له هو هاد القطعه نديرو تفاصيل كذا، بغى ما يخلصش الفرق بغى، قال لك انا كنت مناضل السنين ما نخلصش اكثر من القانون، فهمت؟ ان الناس لو كان الاخر كاع الناس يمشيو تما، لو كان كاع الناس يمشيو لذاك 15 قطعه اللي كانت تما في الشريع ديال 20 متر، يمشي جميع يمشي هو، نديها انا اللي مسير. لا راني قطعت سبردينتي وقطعت الحوايج وكنجري مع الطبيب، يديها هو، هذا هو السبب اللي عنده. كيقول لك ثمن باهظ، ان 8 مليون زائد 6 مليون جات له 14 مليون، الناس خلصوها ما كيفهموش عرفوا العقار شنو هو، الشارع ديال 20 خلصوها، هو بغا يدير القلاقيل، إلا ما خل حنايا كمكتب، عندنا الآخر حدو المكتب. التزم ذاك الشروط يخلص المسائل ديالو اهلا وسهلا، ينضبط المسائل ديال الوداديه، حنا ما غادي نطردو حتى شي واحد وما غادي نقصرو حتى شي واحد، اللي كيقصي كيخسر راسو بيدو، واللي كيدير شي حاجه كيديرها غير راسو، حنا ما عندو منين يفوتنا، حنايا ناس اللي غاديين بالقانون كنديرو المسائل ديالنا قانونيه وفي اطار واحد القانون الاساسي وقانون داخلي اللي كيضبط لاخر التسيير ديال الودادية، ما نقدرش نخرجوا عليها ندير شي حاجة ونتا تنعرف، أي حاجة وإلا خولت الصلاحية للمكتب المسير، إن أي حاجة كنديروها أي مسألة كنديرو وإلا كيجتمع المكتب كيقرر كيدير محضر كيسني عليها المحاضرة هما عندنا هنا،
ما كنتمشاوش عشوائيين ولا كنتمشاو شحال. عامة مستمرة كل ربع سنين كنديرو جوانو عامة وكنجدو المكتب وعندنا المحاضر ديالنا. وآخر تجديد ديال المكتب ديال الودادية نهار 18/12/2014 هاهو المحضر، هاهو راه لدى السلطات المحلية والآخر الجهات الإقليمية في المحاكم وكذا المحضر لحضور السلطة والقرارات اللي دارو والناس اللي راهم هنا في اللجنة اللي كانوا مع المكتب كيشرفوا معاهم في التوزيع ديال القطعة هما هنا مديكلارين بهم حتى السلطات، مرحناش نلعبو هنا. اللي كيدير مثلا يدير معايا اتفاقية ويمشي لجهة أخرى راه باقي له الخبر. بالنسبة للوثيقة المراسلة اللي صفتوها للمكتب كيطلبوا بها جمع عام استثنائي، هذا الجمع العام الاستثنائي كيدار ثلثين أعضاء المنخرطين، هما مشاو عند الناس اللي متنازلين ودايروا حتى الناس اللي ماتوا مساكين الله يرحمهم ما عندهمش كاع أصلا في الانخراط كاع وداروهم تما ثلاثة ديالهم، وكاين 36 متنازلين وكاين 14 منخرطين وربعة عندنا الوثائق ديالهم راهم تنازلوا داروا لنا تنازل راهم عندنا اللي خرجوا عليهم قال لك اسيدي حنا ما خصنا باقيين 10 بهم اللي كاين وكاين اللي دار لي التليفون دابا قال لك اسيدي انا خاطني منهم انا صحاب لي الناس راهم كيديروا شي حاجه وثري اللي دايرين تبرزت قلت له خويا داكشي شغلك فهمت دابا هاد الناس هادو الا كان عندهم شي ضرر بحال المحاكم اصاحبي مشيو مشيو ديروا دعوة في المحكمة وكاين واحد القانون في البلاد اللي كيحمينا ويحمي حتى هو إلا كان هاد المسألة متضرر وعندو المشاكل وكذا يمشي يلتجا للقاضي صافي هادشي اللي نقول أنا راه خدام شغلي عندي قانون ديال والسلام عليكم ورحمة الله.